اهلا بيك استاذنا الكبير استاذ ابراهيم منيسي او الكابتن ابراهيم منيسي، وطبعا والنجمك الكبير الكابتن عادل القيعي طبعا كبير الاهلاويه. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من مقر القرعه الخاصه بدوري ابطال افريقيا اللي اسفرت عن مواجهه اول اغسطس الانغولي مع مازيمبي كونغولي، طبعا حوريال الغيني مع النادي الاهلي المصري اللي نتمنى له باذن الله الفوز وتاهل دول الاربعه، الترجي التونسي في مواجهه قويه جدا مع النجم الساحلي التونسي، وفاق ستيفا الجزائري ايضا في مواجهه قويه جدا مع الوداد المغربي. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم، ان ذهاب باذن الله في حال تاهل الاهلي الى دور الاربعه، الذهاب والنهائي هيكون المباراه الاولى في القاهرة، يعني بإذن الله الأهلي لو تأهل بإذن الله إلى دور الأربعة هيكون أول مباراة في القاهرة، وبإذن الله لو تأهل إلى النهائي هتكون برضو أول مباراة في القاهرة، يعني بإذن الله الأهلي بإذن الله هيجيب البطولة من خارج ملعبه بإذن الله. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا حصلت النهاردة، يمكن الناس كلها في لغط كتير ان هو في حصلت في اثناء القرعه، يمكن فريق الاول ما كانش فيه مشكله في اول السحب في اول اغسطس مع مازيمبي ما كانش فيه مشكله خالص، تاني سحبه كان الترجي التونسي مع النجم الساحلي ما كانش فيه مشكله ايضا، في السحبه الثالثه وفاق ستيفا الجزائري هنا حصلت المشكله، اتحط اسم النادي الاهلي المصري مع وفاق ستيف الجزائري، ولكن في السحبه الرابعه سحبت فريق حوريه الغيني، اتفاجئوا ان فريق حوريه الغيني كان في نفس مجموعه الوداد المغربي، فبالتالي مش هينفع يعني الاهلي المصري مش هينفع ينزل مع الترجي التونسي في دور الثمانيه، الاثنين كانوا في نفس المجموعه مش هينفع يقابلوا بعض في دور الثمانيه ما ينفعش، فبالتالي كان هنا اللغط هنا المشكله، فكان لازم الاهلي يلاعب حوريه الغيني ووفاق ستيفا الجزائري يلاعب الوداد المغربي، الجانب الجزائري اللي كان موجود بصدر رحب تقبل هذا لان ما هو مظبوط، الجانب المغربي ايضا تقبل، النادي الاهلي كان موجود الكابتن محمد يوسف وكان موجود الكابتن سمير عدلي وحضر من مجلس اداره طبعا كابتن رئيس مجلس اداره كابتن محمود الخطيب وحضر ايضا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وحضر رئيس اتحاد الكوره المصري الكابتن هاني بوريدا وكابتن حازم امام وكابتن احمد مجاهد يمكن والدكتور كرم كردي، كل الحاضرين في الجلسه ما كانش في مشكله ما كانش في تعقيب لان ده منطقي جدا، فانا بقول لحضرتك ان كان الغلطه كلها في الكمبيوتر. بعد الانهاء القرعه يمكن في الاتحاد الافريقي في مسؤول عن لجنه المسابقات طلع وضح وقال ان يا جماعه دي غلطه، ما ينفعش فريق زي الوداد المغربي يقابل حوريه الغيني لان هما الاثنين كانوا في دور ال 16 اتاهلوا الى دور الثمانيه فما ينفعش يقابلوا بعض، فبالتالي الاهلي المصري هيلاعب فريق حوريه الغيني يوم 14 و15 9 والمباراه الثانيه يوم 21/22 9، وباذن الله في حاله تاهل النادي الاهلي باذن الله هيلاعب الكسبان من فريق وفاق ستيفا الجزائري والوداد المغربي. يمكن دي كانت ابرز اللي حصل اليوم في القرعه، لو في اي تعقيب من الاستاذ ابراهيم طبعا او الكابتن عدلي انا تحت امركم. شريف هل اتكلمت مع